السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الأولى تي اس اس بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم. معكم الدكتور أحمد عبد الفتاح، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية. هنستكمل مع بعض الجزء الثاني من درس الخامات الزراعية في مصر. اتكلمنا في الجزء الأول على طبعا محصول قصب السكر، واتكلمنا على محصول القطن. نشوف مع بعض. بداية مراجعة بسيطة كده على القطن في مصر. احنا اتكلمنا قلنا القطن بيزرع في شهر مارس وبيستمر في الأرض حتى شهر أكتوبر، وقلنا القطن طبعا بيدخل طبعا في صناعة الغزل والنسيج، ويعد القطن العمود الفقري لاقتصاد الدولة زراعة وصناعة وتجارة. وقلنا طبعا القطن بتركز زراعته في الوجه البحري اللي هو الدلتا. قلنا برضو إن القطن طبعا محتاج جو يكون خالي من الصقيع، وبيعتمد اعتماد كلي على مياه الري، ده مهم جدا. اتكلم ده القطن زي ما اتكلمنا عنه من شوية، وقلنا طبعا عوامل انخفاض زراعة القطن بالتفصيل. قصب محصول آخر، مراجعة بسيطة أيضا على القصب كده سريعا. قلنا القصب محصول صيفي بيزرع في جنوب مصر لتوفر طبعا كمية كبيرة جدا من المياه. هذا المحصول طبعا بيحتاج جو خالي من الصقيع، جو يتسم بالجفاف. بالنسبة للقصب أيضا سريع التلف، لذلك المصانع نفسها الخاصة بإنتاج السكر بتتركز حول أماكن زراعة القصب، حول الأراضي الزراعية، سهولة النقل والمواصلات. وكمان بالنسبة إن القصب سريع التلف لتحول مادة السكروز لمادة جليكوز. واتكلمنا أيضا إن هو بيزرع في الوجه البحري ولكن نسبة محدودة ونسبة ضئيلة، حول المدن الكبرى أو في ظهير المدن الكبرى زي البحيرة واسكندرية وكفر الشيخ والأليوبية والدقهلية وهذه المحافظات. ولكن الأهم إن هذا المحصول اللي هو محصول القصب بيزرع في جنوب مصر في الصعيد. في عندنا حوالي 8 مصانع موجودة في الصعيد، في عندنا 4 في محافظة قنا، في دشنة وأرمنتو وقوس ونجع حمادي، في عندنا مصنعين في محافظة أسوان في كوم إمب وفي إدفو، في عندنا مصنع في جرجة في سوهاج، في عندنا مصنع آخر موجود في أبو قرقاس في محافظة المنيا. واتكلمنا إن في مصنع تكرير السكر ده موجود في الحوامدية في الجيزة عشان حتى يبقى قريب من الأسواق وكده، ويبقى ما بين الوجهين البحري والوجه القبلي. ده بالنسبة لمحصول القصب. نشوف مع بعض بقى النهاردة هنتكلم على ايه. القصب لا يكفي، اتكلمنا قلنا القصب محصول لا يكفي، لذلك الدولة فكرت في محصول بديل بقى يتم زراعته في فصل الشتاء، ويبقى على العكس من محصول القصب بالنسبة للمناخ وبالنسبة لأغلب الصفات. يعني القصب محتاج مياه كثيرة، البنجر مش محتاج. المحصول القصب بيزرع في جنوب مصر، بالنسبة لمحصول البنجر بيزرع في الوجه البحري في شمال الدلتا محافظة كفر الشيخ. 84% من إنتاج البنجر بيتركز في محافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ، حتى المصنع نفسه موجود في محافظة كفر الشيخ في مدينة اسمها مدينة الحامول. ده المصنع نفسه اللي بيتم إنتاج السكر من البنجر. طب بالنسبة للقصب، احنا قلنا القصب موجود في جنوب مصر والبنجر في الشمال، يعني نعمل كده حتى مقارنة بسيطة. بالنسبة للأرض، الأرض بالنسبة للقصب محتاج تربة خصبة، لذلك بيتركز في جنوب مصر. طب بالنسبة للوجه البحري، المدن المطلة على البحر المتوسط أو المحافظات المطلة على البحر المتوسط، البحر المتوسط مياه مالحة، فالأرض اللي هناك نسبة الملوحة فيها عالية، لذلك بتكون مفضلة جدا لزراعة البنجر، لأن البنجر بيبقى إنتاج وفير لو زرع في الأرض المالحة، بيعطي نسبة سكر بتكون عالية جدا. زي ما اتكلمت وقلت ده عكس ده، سواء في المياه القصب محتاج ميه كتيره، البنجر مش محتاج. القصب بيزرع في جنوب مصر، البنجر بيزرع في الشمال. القصب محتاج تربه خصبه، ده محتاج تربه مالحه، البنجر. اتكلم المناخ نفسه، القصب محتاج حراره عاليه، البنجر محتاج رطوبه، محتاج جو، لذلك هو محصول شتوي اصلا، محصول شتوي. بالنسبه طبعا للمصانع، قلنا المصانع الخاصة بالقصب موجودة كلها في الصعيد، 8 مصانع موجودة في الصعيد، دشنة وأرمنتو وقوس ونجع حماد، وفي عندنا كوم إنب وفي إدفو، دول في أسوان، وفي عندنا مصنعين، واحد في جرجة، واحد في أبو قرقاس في المنيا، دي مصانع السكر اللي موجودة في جنوب مصر اللي بتعتمد على القصب. بالنسبة لمحصول البنجر، في عندنا مصنع الحامول ده موجود في محافظة كفر الشيخ. الدولة فكرت في إدخال هذا المحصول، محصول البنجر، لأن محصول القصب لا يكفي، لا يكفي حاجة السكان لارتفاع الكثافة السكانية. احنا بنزيد سنويا حوالي ما يقارب من 2.5 مليون، والأرض الزراعية بتقل بسبب البناء على الأرض الزراعية والزحف العمراني، فده طبعا كبديل
لسد العجز او لتحقيق الكفايه الذاتيه من انتاج السكر. القصب اللي هو السكر لونه اصفر، اما بالنسبه للبنجر اللي هو السكر طبعا اللي لونه ابيض. نشوف مع بعض. لجأت الحكومة لإدخال زراعة بنجر السكر على نطاق تجاري في مصر بسبب تناقص الكفاية الذاتية للسكر بالطراد في مصر، ويمكن زراعته في الأرض المالحة، لذلك تتركز زراعته في محافظة كفر الشيخ والدقهلية، وبلغت المساحة المنزرعة عام 99 حوالي 128 ألف فدان، وضمت محافظة كفر الشيخ حوالي 84%. يحتاج إلى درجة حرارة عالية أقل من القصب، ومحصول شتوي على فكرة، ويزرع في فصل الشتاء، والمدن المطلة على البحر المتوسط في الشتاء درجة الحرارة فيها منخفضة أصلا، لذلك يزرع في شمال وجه البحري وتعتمد زراعته على الري. صناعة السكر طبعا في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وفي مصنع آخر في بلقاس، والحكومة طبعا عندها نية إنشاء العديد جدا من العديد من المصانع الفترة القادمة، والتوسع في زراعة البنجر بنسبة كبيرة جدا في نهاية ترعة النصر، وإنشاء مصنع لاستخلاص سكر البنجر هناك، كما تقوم بإنشاء مصنع لسكر البنجر في الفيوم في الوقت الحالي، وده طبعا مصنع موجود عندنا في محافظة الفيوم في قصر الباسل. ده بالنسبة لمحصول البنجر. يبقى سريعا لو حبينا نعمل مراجعة على القصب والبنجر، من حيث المياه، من حيث المناخ، من حيث وجود المصانع، من حيث التربة الخصبة أو التربة المالحة، من حيث طبعا الكفاية الذاتية. كل هذه الاشياء احنا اتكلمنا عنها من شويه، بس لو حبينا نعمل مراجعه هنقارن هذه الاشياء مع بعض، سواء الميه، المناخ، التربه، المصانع، اماكن الزراعه. ده مهم جدا. دي صوره بتوضح بنجر السكر. هنتكلم عنها النهارده في درس الخامات الزراعيه اللي هو الخضروات والفاكهه. الخضروات والفاكهه هي زراعه بستانيه كثيفة تتركز طبعا حول المدن الكبرى، يعني المدن نفسها اللي موجودة في الدلتا، سواء بنها، سواء طنطا، سواء مثلا دسوق في كفر الشيخ، سواء اسكندرية، تتركز حول المدن الكبرى، المنصورة في الدقهلية. نشوف مع بعض. وتتركز زراعة هذه الخضروات والفاكهة حول المدن الكبرى، فهي حول القاهرة وطبعا ومحافظة الأليوبية والجيزة وجنوب المنوفية والفيوم واسكندرية، وفي ظهر المدن القناة شرق الدلتا. بتسيطر الفواكه خاصة الموالح والأعناب على أراضي الاستصلاح بالهوامش الشرقية والغربية الرملية للدلتا، وكذلك في أراضي الاستصلاح في أراضي جزيرة سيناء اللي هو الموز والكانترو. طب السؤال بقى المهم، ليه الخضروات والفاكهة بتزرع بالقرب من المدن الكبرى؟ عدة أمور. إيه هي بقى الأمور دي؟ اول حاجه عندنا الخضروات والفاكهه سريعه التلف، تتلف بسرعه، يعني احنا لو زرعنا مثلا طماطم في اسوان مثلا وحبينا ننقلها القاهره هتكلف نقل ومواصلات. تاني حاجه، المصري بيعتمد على الخضروات والفاكهه بشكل طازج، لو راح السوق ولقي طبعا خضروات والفاكهه بقالها يومين مش هيشتريها، لذلك الخضروات والفاكهه بتزرع بالقرب من المدن الكبرى، المدن الرئيسيه. الامر الاخر سريعه التلف، بتبوظ بسرعه، تتلف بسرعه. احنا عندنا اول حاجه زي ما اتكلمت وقلت تتلف بسرعه، سريعه التلف، خضروات الفاكهه سريعه التلف. تاني حاجه عندنا تكون المصري نفسه بيعتمد عليها بشكل طازج. تالت حاجه زي ما اتكلمت وقلت ايضا، الخضروات والفاكهه بالنسبه للمواطن نفسه تدخل في عده صناعات زي تعليب الخضروات والفاكهه، لذلك لازم تزرع جنب المدن الكبرى حتى تكون قريبه من الاسواق نفسها، عشان يقدر ينقلها حتى وتوفر نقل ومواصلات. ده مهم جدا. دي صورة بتوضح خضروات الفاكهة. في معنا مجموعة من الأسئلة نحاول نحلها. دي عبارة عن أسئلة أكمل، نحاول ندونها عندنا حتى، ولو في أي استفسار عليها إن شاء الله نحلها، مفيش مشكلة، مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.